اسمي ليس لعنا، خريج إدارة أعمال دفعة 2017، اختصاصي ماركتينج. كان لي الشرف اشتغلت مع الجامعة مدة سنتين بمديرية القبول والتسجيل ككادر إداري. حاليا أنا متواجد بالإمارات. إحنا كخريجين من واجبنا نوصل رسالة توعوية لكل الطلاب، خليهم يتابعوا دراستهم مهما إجت هي الظروف، ما يوقفوا عن دراستهم. بعرف ما كل الجامعات قادرة تأمن منصات تعليم إلكترونية أو أونلاين ليرنينج، بس فينا نبحث عن طريق الإنترنت تعبوا إرشادات الدكاترة. بدنا نتساعد كلنا مع بعض لنمرق من هذا الظرف إن شاء الله وترجعوا على الحرم الجامعي. بتشكر كل دكتور كل إداري عم يبذل قصارى جهده ليقدم ويكمل المسيرة التعليمية. حافظوا على سلامتكم، اتبعوا الإرشادات الصحية. AIU stay safe.